السلام عليكم. بعض المشايخ يعني لما الكلام يكون عن أهل البدع يعني ما بيذكر اسم صاحب البدعة، بل حتى إذا سئل عن صاحب البدعة يترفع ويجي يقول لك والله يا أخي ده علم جرح وتعديل. فما ممكن تعلم الناس علم الجرح والتعديل في ساعة أو ساعتين. هذه من الشبهات اللي بيطلقوها. نعم؟ والله سمع الهواري مثلا على سؤل ما خلاص انا عشان اعمم السؤال واختصر الموضوع. شكرا. طيب احنا بينا يا اخواننا حكم المسألة، وهذا الكلام نقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، والكلام ده اخواننا فيه مؤلفات، وده كلام جزاك الله خير، التنبيه ده مهم، لان اخواننا الكلام ده بيأصلوا له والان في الجرائد وسائل الاعلام انه نحن نتكلم عن الخطأ ولا نتكلم عن المخطئ، ونتكلم عن الضلال ولا نتكلم عن الضال. لا، دي فلسفة فارغة ساكت، فهمت؟ ده العلماء ألفوا فيه مؤلفات ككتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للإمام ابن رجب الحنبلي، وكمقدمات كتب الحديث ككتاب صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم أصل للموضوع ده، وككتاب المجروحين لابن حبان. ابن حبان عنده كتاب كامل اسمه المجروحين، بس لأنه جايبين في الجريدة قال ويطلق عليهم المجرحاتية. هاي الإمام ابن حبان كان مجرحاتي، وابن أبي حاتم كان مجرحاتي، ويحيى بن معين كان مجرحاتي، وأحمد بن حنبل مجرحاتي، ويحيى بن يحيى مجرحاتي، والبخاري مجرحاتي، والترمذي مجرحاتي، والذهبي مجرحاتي، وابن حجر مجرحاتي، والعراقي مجرحاتي، والألباني مجرحاتي. دي كلهم مجرحاتي، فمرحبا بالمجرحاتية. إن كان صاحب أحمد مجرحاتيا فليشهد بتاع التلفزيون وبتاع الجريدة أنني جزار عديل، فهمت؟ والله جد أنت قال بلعب معك، ما ده دين يا زول، ده دين. زول بينشر بيضلل المسلمين، بيودي الناس جهنم، بيودي الناس جهنم. أنا أجي أقول لك ما تذكر اسمه، زول أقول لك في ناس بيضللوا الناس، في ناس بيقولوا في تاني إله مع الله، في ناس بيقول لك أعبد غير الله، تقول لي دين منه؟ أقول لك لا والله ما بجوز. والزول البكارك ده ذاته بتاع الجريدة ده ذاته لو في زول سرق منه حاجة بيمشي للقاضي ولا بتاع النيابة، ما لك يا زول في شنو؟ يقول لك والله في زول نشلني وقبضناه، الزول ده منه؟ يقول لك لا ما بذكر اسمه يا أخي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الإمام الذهبي لو كل أن رجل شنو كده ما عارف أهدرناه لما بقي لنا أحد. هل بتقول الكلام ده؟ فده كله أخواننا من اللعب، ده كله من اللعب. فالإنسان النشر باطل بين الناس أفعي اسم الترفع. هل الجهم بن صفوان بيساوي كراع الإمام أحمد؟ الإمام أحمد قال نترفع عنه. هل أحمد بن دؤاد كان بيساوي شيء أمام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي ده شيخ أحمد المنتصر شيخه سلفه، فهمت؟ ذكروا ألف فيه كتاب كامل سماه الرد على بشر العنيد. هل الإمام برهان الدين البقاعي ده تلميذ ابن حجر ألف كتاب سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ولسه نحن ما جيناك ذاته، لسه ما جيناك، قال إلى كفر ابن عربي، فهمت؟ جابهم بأسمائهم عديل، أسمائهم عديل كده جابهم. والإمام أحمد الإمام ابن تيمية رحمه الله كتبه كلها الاستغاثة في الرد على البكري، فهمت؟ تاني شنو؟ الرد على الأخنائي، فهمت؟ بيان تلبيس الجهمية، رد على الرازي، درء تعارض العقل والنقل، رد على الرازي، فهمت؟ دي كلها كتب موجودة. منهاج السنة النبوية، رد على ابن المطهر الحلي الشيعي الرافضي، وسمى كتابه سماه ذاك منهاج الكرامة، ابن تيمية سماه له منهاج الندامة. فده منهاج السلف. أما هواري ومين ده عبارة عن أنصار السنة باعوا الشغلانية. أنا أديك الموضوع من النهاية. البلد دي بقت الآن صوفية وبيجاي، واقفين دعاة بتاع الشرك، وفي بيجاي معسكر تاني بتاع أخوان مسلمين رئيسهم فوق حسن البنا وسيد قطب، منه تلقى أنصار السنة تابعين للمعسكر ده، بتلقى السرورية ناس عبد الحي يوسف ديل، فهمت؟ والمكتبة العلمية البيجاي دي ديل برضو تابعين للتكفيرين الخوارج الأخوان المسلمين، محمد عبد الكريم على الدين الأمين الزاكي ومين ما عارف ليك، ديل كلهم تابعين للمعسكر ده، والجبهجية والشعبيين وناس داعش، ده كلهم معسكر. والكلام ده نحن اخواننا ما بنقوله من باب الكلام فيهم بالباطل، الكلام ده موجود في كتبهم، ونحن بنتحدى اي زول فيهم، اي زول فيهم نتحداه ويناقشنا ويناظرنا ويجادلنا في الموضوع ده. انت منهجك باطل، عبد الحي يوسف منهجه باطل، حسن البنا منهجه باطل،
الكيزان منهج باطل، الحركة الإسلامية منهج باطل، فهمت؟ أنصار السنة منهج باطل، عرفت؟ الناس الهوارج بيقوا يباروا عبد الحي، فهمت؟ قالوا لأنه عبد الحي ده قروش الخليج كلها بقت تجي عبره، فما بنتكلم فوقه. الآن مش هزاله، ولا زال واحد اسمه العدسي ده برضو تابع للشلة دي. قل له دكتور العدسي رأيك في عبد الحي شنو؟ قل لك طبعا هؤلاء الشباب ولا يعرف لهم طلب ولا يربطهم بأهل العلم رباط ولا نسب، وما أعرف لك شنو والكنب، وأمشي برا. يا زول ده هو الساي، هو الساي جايب لي على السؤال ده. ده الناس بيضللوا المسلمين، بيضللوا المسلمين. زول لو مات بمنهج من هذه المناهج الباطلة بيموت ويمشي جهنم. وانت ما ممكن تنصح الإنسان في الطهارة والوضو، تلقى زول عرق وسايل، فهمت؟ ويتكلم للناس يا ناس نواقض الوضو وزعلان وكذا، ويتكلم عن التبرج، ودي صح أمور من الدين ومهمة تتكلم فيها، لكن هل هذه أولى أم أولى الكلام للناس في العقائد التي تخلد الناس في نار جهنم وتستبيح دماؤهم وأموالهم وأعراضهم؟ فهمت؟ ناس أهلنا مساكين، ناس بيمشوا للشيوخ، واحد بيجدع الشبشب بتاعه وبيحبل الشيخ، يحبل الشيخ ويبوس كرعين الشيخ ويشرب ماء الوضو بتاع الشيخ. البرعي عنده مسجد في شندي، مسجد في شندي، لما جاء يفتتحه خدت له براميل بتاعت مويه كثيره، يجي جم اي برميل الله يكرمك يقوم يبزغ فوقه، ده بركه. قال ده شنو داس؟ دي ما وثنيه، دي وثنيه عباده العباد التي جاء الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام بمحاربتها. ونحن دائما كلامنا ده بنقول لك برا، كلامنا مشرور ما في حاجه بندس. ناس الهوالي يقول لك طبعا هذا الكلام ولا ينبغي ان ينشر في المجالس العامه. نحن كلامنا ده، انت عندك علم الباطن ولا شنو؟ نحن كلامنا ده بننشره برا، برا. شفت عندنا سلك بتاع غسيل، اي زول منهم بده بتشوف، شوف هناك ذاك الهواري معلق، فهمت؟ ذاك البرعي معلق، كلام بايات وادله. انت قال كلام ساي. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.